ينبغي أن تعلم يا إخواني أننا يا أهل السنة نثبت إرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية، وكل من الإرادتين لها معنى. معنى الإرادة الشرعية أي ما يحبه الله، ومعنى الإرادة الكونية أي كل ما وقع سواء أحبه الله أو لم يحبه. ما دليل هذا من القرآن؟ ما دليل هذا من القرآن؟ قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. هذا أي إرادة؟ شرعية. وقال الله عز وجل: وما تشاءون إلا يشاء الله. أي إرادة؟ الكونية. وقد رأيت ابن تيمية وبالقيم شيخنا بعثيمين يكررون أن هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ويريد أن يضل يجسد طريق الحرج، يستدلون بهذا على الإرادة ماذا؟ لا، الإرادة الكونية. يستدلون على الإرادة الكونية. المقصود أن عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية مرادة لغيرها، والإرادة الشرعية مرادة لذاتها. ما معنى؟ خلق الله، ما في شيء خلق الله إلا لحكمة. خلق الله إبليس لحكمة، حتى يغوي بعض الناس فيتمايز الصادق غير الصادق إلى آخره. فإذا عصى الله من عصى وتاب ظهر اسم التواب إلى آخره. إذن الحكمة من خلق إبليس في ذاته أو لغيره؟ هذه إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية، الحكمة المرادة لذاتها. لذا يقول ابن تيمية بالإرادة الكونية: وهي كالدواء الكريم، محبوب من جهة نفعه، مكروه من جهة طعمه، محبوب من وجه ومبغوض من وجه. ذكر هذا في كتاب منهاج السنة، وأظن أيضا في مجموع الفتاوى. فإذا إرادة كونية، والكونية مرادة لغيرها، والشرعية مرادة لذاتها. صورتم يا أخوان؟ إذا قيل المشيئة لا يراد بها إلا الإرادة الكونية، إذا قال علماء ومشيئة الله كذا إلى آخره، فالمراد بها الإرادة الكونية. أفاد هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وأفاده كما في مجموع الفتاوى. إذا قيل المشيئة يراد بها الإرادة الكونية. إذا تبين هذا يا إخوان، نحن أهل السنة نؤمن بالإرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية.